انا كانت علاقتي بالسيده ام كلثوم علاقه مرتفعه جدا، يعني نحترم بعض احترام عظيم جدا، فانا كنت احترمها كل الاحترام وابجلها كل التبجيل واقدرها تقدير لا نظير له، وهي برضه كانت يعني ما تقولش فيها حاجه وحشه، وكنت اتمنى ان اعمل لها حاجه، يعني ما هوش لكن ما كانش في ظروف. ظروفنا الاولانيه بكل اسف الجماعه المتعهدين عملوا منافسه بلا داعي كده، الحاجات بتاعتهم دي مش عارف ايه، فكنت انا اغني اسبوع وهي تغني اسبوع، كل واحد في طريقه، هي في طريقها الصوت الجميل العريق اللي الناس تروح تسمع ام كلثوم، ما فيش حاجه غير كده يعني، الصوت اللي هو ده بقى اللي اي حاجه تقولها خلاص ام كلثوم بتغني وخلاص وانتهى. وانا في طريقي اللي انا بفتكر ان انا بقى يعني ماشي على الخط التفكير والمش عارف ايه والجديد والحاجات اللي زي دي يعني. فانا كنت بلحن القطعه دي الاغنيه دي وهي من كلام الشاعر الغنائي الاستاذ احمد شفيق كامل، وكنت بعملها ليا في الواقع يعني. فبالصدفه وانا يعني في وانا بعملها يعني غرني صديق وزميل لنا الاستاذ احمد الحفياوي عازف الكمانجا العظيم الشرق العظيم ده، وقلت له كده بالصدفه يعني بكل صدفه كده، انت كنت فين؟ قال انا كنت عند الست ام كلثوم. قلت زيها وزي ساعتها كويس الحمد لله، والله ده احنا لسه كنا في سيرتك. في سيرتي انا؟ ليه لا سمح الله في حاجه؟ قال لي لا ابدا، يعني كنت انا بقول لها يعني طب يعني يا ست يعني ما تقول لنا حاجه من فلان، فلان ده اعتقد انه يعني يكون سعيد بهذا ومش عارف. فقالت له يعني اخويا يعني هو عنده حاجه وعرض عليه، قلت له لا تمام. فقال لي هذا الكلام، قلت له كده؟ قال لي اه. انا على طول جاب بخاطري حته انت عمري، يعني كنت عاملها طبعا مع شيء من التغيير، لكن يعني قلت على ان فضل جوز تنفع انا، قلت له طيب اطلبها لي. فطلبها لي اهلا وسهلا ومش عارف ايه وتعالى ايه والكلام اللطيف ده. قلت له يعني عندي هنا الاستاذ احمد الحفناوي. قالت لي اه. قلت لها ويظهر كنت انا شرقت كتير لان كنت دي وسيلتي. قالت لي هذا صحيح. قلت لها طيب ايه رايك بقى ان انا عاوز اسمعك حاجه؟ قالت لي اوش بكل يوم من امتى؟ قلت لها زي ما انت عاوزه. قالت لي اجي لك؟ قلت لها لا اجي لك انا. امتى؟ قلت لها طب اجي لك بكره. قال لي عقلي بقى يعني ايه؟ يعني اوعى تدي نفسك فرصه انك يعني تحبرك فيها كده شويه. قالت لي طيب بكره. قلت لها عندك عود؟ قالت لي عندي عود لكن ما يعجبكش. اوتاره ملخبطه ومكسر وبتاع. طب ما اجي لك انا؟ قلت لها لا انا هاجي واجيب العود. فرحت فعلا تاني يوم في الميعاد بعد الظهر. واستقبلتني في مكان انتيم كده يعني أوضة هي اللي بتقعد فيها الأوضة العادية يعني مش أوضة بقى بتاع الضيوف وبتاع. وبعد شوية كلام كده قلت لها ما سمعك إلا أنا عامله وسمعتها إلا أنا عامله. يعني قعدت كده وحطت إيديها في راسها. قالت لي كمان. سمعتها كمان. قالت لي كمان. سمعتها كمان. قالت لي طيب فين الاستاذ احمد شريف؟ قلت لها انا مستعد هكلمه واجي لك. حافظ الكلام؟ قلت لها انا مش حافظ الكلام يعني. قالت لها نقعد معاها بقى ونسمعها كلها ونشوف الكلام اولا عشان ما نغيرش في اثناء التلحين. وفعلا جبنا الاستاذ احمد شفيق وقعدنا معاه لغايه ما استقرينا على الكلام وعملت اللحن. وكانت طبعا قدامي ما هيش مشكله لكن يعني كانت اي حاجه يعني كانت تشغلني برضه وهي ان انا ادخل عليها ادخل في فرقتها
الجيتار ما كانش ده يعني وارد طبعا في ذهنها او حاجه زي دي، لكن انا فلقيتها في منتهى السماحه يعني. قالت لي طبعا انا ما اقدرش اقول لك لا ولا ايوه، ولكن يعني اديني الحق في اني اسمع واشوف اذا كان اللي هتسمعه لي او الجمله اللي هتقولها او الجيتار ده نفسه مثلا يعني ما يضايقنيش، ما يغيرش حاجه من اللي انا قلت لها. او انت فكان في عندنا في الفرقه فرقه ام كلثوم عازف كمان من الاستاذ عبد الفتاح خيري بيضرب جيتار. علمته الجمله ورحنا لها وبرضه فضلت تسمعها مره مرتين وثلاثه، وبعدين قالت لي دايما اللي انت عاوز تعمله يعني عندك يعني كل الحريه في انك تعمل اللي انت عاوزه، لان هي حاسه طبعا بان انا يعني مش جاي يعني افسد عليها شيء. لا وفعلا